بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. يمكن أنا بقالي حلقتين ما كنتش معاكم. كان في الحلقة اللي فاتت زميل غالي على قلبي جدا، أستاذ عبد الرحمن سالم. أستاذ عبد الرحمن سالم من الناس المحترمة جدا والزميل المحترم اللي أنا بشكره من كل قلبي، إن هو طبعا عشان كنت تعبانة قام بالحلقة بالنيابة عني. شكر خاص لي طبعا مني على هو. النهاردة عندنا مواضيع كتير جدا أنا هتطرق ليها. عندي ضيف كريم عليا جدا وعزيز عليا وعلى قلبي، وهو كان ضيف لحلقات فاتت قبل كده كتير معايا. أنا النهاردة معايا أخبار كتير من اسكندرية، كلها أخبار مهمة، مناشدات كتيرة جدا لمسؤولين أنا بتمنى من الله عز وجل إنها يكون ليها استجابة. طبعا أنا أول حاجة هتكلم عنها وهي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهو شارع مصطفى كامل. شارع مصطفى كامل في اسكندرية صعب جدا صعب جدا. يعني أنا علشان امشي على شارع مصطفى كامل بعربيتي باخد وقت، لما اروح من مكان لمكان من الشارع ده ممكن اقعد حوالي تلت ساعة ومشواري مثلا 5 دقايق. وكل ده ليه؟ بسبب التكسير الاوفر جدا في الشارع. طب معالي الوزير محمد الشريف، حضرتك نزلت اماكن كتير جدا في اسكندرية وكانت اماكن تستحق الرصف وحضرتك رصفتها. شارع مصطفى كامل مش محتاج خطة كبيرة جدا ولا ميزانية كبيرة علشان حضرتك تنزل وتشوف شارع مصطفى كامل. حضرتك كل اللي بطلبه منك معالي الوزير المحترم اللي ليه معزة خاصة محمد الشريف، يا ريتك تحاول ترصف لنا شارع مصطفى كامل، لأنه استحق الرصف حقيقي. شارع مكسر جدا، محتاج رصف من اوله لاخره. ده شارع حيوي بيؤدي لكل الاماكن اللي موجوده في اسكندريه، يعتبر شارع رئيسي جدا. كل المقيمين في الشارع بيكلموني، ومناشده كبيره جدا من اهل اسكندريه لشارع مصطفى كامل. ده كان ندائي لسياده المحافظ. طبعا ندخل بقى في شق تاني وهو شق الاحياء. السيده المحترمه رئيسه حي المنتزه جهان مسعود، انا لا انكر فضلك ولا أنكر أنك طبعاً قايمة بكل مجهوداتك كاملة وعلى أكمل وجه، بس يعني أنا بس تسمحك الحلقة اللي قبل اللي فاتت أنا كان ليا تعقيب على حاجة معينة، وهي حضرتك موضوع الأسانسير اللي مش بيشتغل. حضرتك عندك 3 أسانسير موجودين في حي المنتزه. ليه حي المنتزه أول؟ ليه مش بنشغل الأسانسير المفروض أنه معطل بس هو مخصص لحضرتك؟ لأن الوافدين على الحي كتير جدا، مواطنين لهم خدمات أو موظفين. طبعا إحنا في ظل جائحة كورونا بنحاول نتعاون كلنا جميعا على السيطرة على الموقف. فحضرتك تخيلي لما يبقى في أسانسير واحد بس شغال في حي فيه أكتر من 1500 موظف وعليه وافدين، يعني فوق ال 3000 4000 مواطن يوميا للخدمات بيطلعوا في أسانسير واحد، وحضرتك ليكي أسانسير مخصص. أرجوك يا أستاذة جهان، يا مهندسة جهان مسعود، من فضلك شغلي لهم الأسانسير التاني حتى فترة جائحة كورونا، وبعد كده اقفليه وخليه حضرتك يعني مخصوص. ده مناشدة مني ليك يعني ومن كل المواطنين. احنا النهاردة عندنا مواضيع كتير جدا. برضو حضرتك ممكن تتفقي مع شركة نهضة مصر وتنسقي موضوع النظافة. اسكندرية القمامة فيها في كل مكان، أغلب الأماكن اللي موجودة في اسكندرية محتاجة نظافة، محتاجة تتشال منها القمامة. فأرجوكي من فضلك نسقي مع شركة نهضة مصر، شركة محترمة جدا اللي عاملين بيها ناس محترمين جدا، فأرجوكي نسقي معاهم لإزالة جميع القمامة اللي موجودة في أحياء اسكندرية. دي كانت برضو استغاثة من أحد المواطنين. هنتطرق لموضوع تاني، والموضوع ده مهم جدا برضو، وهو شكر خاص لمعالي اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية. سيادة المحافظ، حضرتك نزلت ميدان الساعة اسكندرية وأزلت جميع المخالفات اللي موجودة فيها والباعة الجائلين، وكان رجائهم من حضرتك انك تعمل لهم باكيات
بدل الزحمة والأماكن اللي هم بيحتلوها بدون وجه حق. طبعا أنا بشكر حضرتك على ده، بس يا فندم أنا برضو ليا رجاء، ليه ما نخليش شرطة مرافق موجودة في المكان اللي حضرتك نزلت وأزلت منه المخالفات الموجودة؟ يعني لو توفر شرطة مرافق الموضوع هيكون أسهل كتير جدا، حتى على الإشغالات لما ينزل حد من الحي أو الإشغالات علشان يبقى موجود في الميدان أو يزيل حاجة بيبقى في شرطة بتعاونه على ده، ففي أكيد شرطة مرافق لازم تبقى مستمرة. بس في النهاية معالي الوزير طبعا أنا بشكر حضرتك على إنجازك الرائع وعلى وجودك في ميدان الساعة وإنجازاتك اللي عملتها. أنا حقيقي وأنا ماشية ومعدية عشان أشوف الإنجازات أعجبت جدا بمجهودك الرائع خلال الأربع أيام اللي فاتوا. طبعا أنا بشكرك معالي الوزير المحترم محمد الشريف، وطبعا شفاك الله وعافاك طبعا والحمد لله على سلامتك، وحضرتك رجل الشارع السكندري وكل المواطنين السكندريين بيحبوك جدا، وأنا شخصيا بحبك على المستوى الشخصي معالي الوزير. احنا عندنا ايه تاني عندنا النهارده موضوع مهم جدا. انا الموضوع ده شخصيا ممكن اتكلم فيه في سلسله حلقات كبيره جدا، عايز له سلسله حلقات، هو موضوع الادمان. ايه ادمان؟ يعني ايه لما بنشوف حد بنقول له انت مدمن؟ يعني انا عن نفسي مثلا شفت ادمان لحاجات كتير قوي، بس اصعب ادمان انا شفته هو الادمان، ادمان المخدرات، مخدرات كتير بانواعها. علشان اتكلم في موضوع الادمان واتطرق ليه قصه كبيره جدا، بس انا ممكن اسال سؤال، ازاي اعرف ان الشخص اللي قدامي ده مدمن؟ اكيد اكيد هو وصل للمرحله دي علشان الظروف الاجتماعيه، ولا عشان ضعف اراده. انا يعني ممكن اخد اتصالات اعرف ممكن ليه المدمن بيوصل لمرحله ان هو يضطر ان ياخد اي حاجه فيها كيميكالز عشان يهرب من الواقع، او ازاي انا كاسره اقدر اعرف ان انا عندي شخص مدمن. يعني انا مثلا في بيتي بتعامل مع ابني، ازاي اقدر اوصل ان ابني بقى شخص مدمن، مع اني انا بشوف ابني يوميا، بصحى الصبح اصبح عليه، برجع بيرجع من بره من مع اصحابه، بيرجع من المذاكره. موضوع كبير جدا موضوع الادمان، وشرحه كبير جدا، بس انا حبيت ان انا اتطرق لموضوع الادمان لانه ظاهره كبيره جدا في مجتمعنا. والادمان يعني حاجات طلعت غريبه جدا، يقول لك ستروكس ومش عارفه حاجات، ده غير الكوكين والكوكيز وحاجات كتير جدا، والبودر بياخدوها البودره، وحاجات كتير جدا مجتمعنا تطرق ليها، وشبابنا أصبح عقله تايه. طب ليه؟ يعني أنا بشوف شباب زي الورد، بشوف شباب زي الورد، وناس كتير طلبتني بتقولي إحنا مدمنين. طب مدمنين إيه؟ قال لي إحنا بنضرب بودرة. طب أنت بتضرب بودرة ليه؟ قال لي والله أنا كنت أعرف حد أهله ناس مبسوطة جدا وأهله ناس مرتاحة، فرح هو قال لي تعالى معايا، طب خد خط، طب شد، طب جرب، طب وفي النهاية، قال لي في النهاية بقيت أضرب أمي عشان أخد فلوس، بقيت أختي كل ما يجي لها عريس يقول لها ده أخوكي مدمن بيضرب بودرة، بياخد برشام، بياخد استروكس، بياخد. طب إحنا الإدمان ده في مجتمعنا هل هو ظاهرة وظاهرة مستديمة، ولا احنا نقدر نقضي على ده بإيه؟ أنا عن نفسي قلت أنا عايزة أعمل له سلسلة حلقات كبيرة، يعني مثلا ناخد كده حوالي 3-4 حلقات ونخليهم للإدمان، ومن خلال البرنامج عايزة مناقشات لناس مدمنة، ناس بطلت
ناس مازالت، ناس تعافت ورجعت تضرب تاني. تمام، الضرب ده يعني انا خدته لاني انا سالت ناس مدمنين هم ازاي كانوا ناس متعافيه وتعافوا وراحوا في مصحات وقعدوا فتره حوالي 28 يوم وفجاه رجعوا تاني. رجعوا تاني لما طلع حد بره قال لهم تعالى جرب، تعالى طب شوف، طب ما انت كنت عامل دماغ حلوه، طب ما انت خليك، طب عايز ياخده للعالم بتاعه، العالم اللي هو مغيبب فيه مش حاسس باللي حواليه. برضو انا مش هرجع اقول ان احنا ممكن نرمي كل الاعباء على مجتمعنا. احنا مجتمعنا مجتمع عادي زي كل المجتمعات الاوروبيه والغربيه بس احنا لو عندنا اراده قويه هنقدر نعدي اي صعوبات موجوده. انا شخصيا لو قابلتني صعوبات كتير في حياتي هعديها، يعني اكيد مفيش حد ابدا ما عدتش بيه صعوبات، ما عدتش بيه مشاكل. كل حد فينا كان عنده مشكله وحلها. انا يعني كنت عايزه اتصالات اكتر، عايزه اسال سؤال المشاهدين ومحتاجه له اجابه، ازاي نقدر نعرف ان احنا عندنا شخص مدمن؟ ازاي نقدر نعرف ان احنا عندنا شخص مدمن؟ طبعا انا بقول تغيرات سلوكيات قبل ما يجي لنا اتصال ونقدر نتناقش، بشوف انها سلوكيات. يعني انا ابني اتربى ان هو يصحى الصبح يقول لي صباح الخير يا امي، انت عامله ايه، اي صبح عليا، صوته واطي وهادي، صوته واطي وهادي، بيقوم يفطر مع اخواته، بياخد مصروفه، بياخد مصروفه. ف يعني انا دلوقتي في انتظار اتصالاتكم علشان تقولوا لي ايه الادمان، ازاي بنعرف ان احنا عندنا شخص مدمن، او اسره عندها شخص مدمن محتاج انه يتعافى او يتعالج. طيب انا هسيبكم فاصل صغير ان شاء الله ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم للفاصل، معانا الضيف العزيز على قلبي جدا. ازيك يا سياده العميد؟ معانا العميد علي طايع فياض. يا اهلا وسهلا يا استاذه، ربنا يخليك. ربنا يحفظك، منورني جدا. ربنا يخليك، متشكر جدا جدا. بقالنا قد ايه؟ لا ده فتره كبيره. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا استاذه اميره، ربنا يحفظك، متشكر جدا جدا جدا. شكرا سياده العميد. بص انا النهارده كان موضوع حلقتي هو الادمان. تمام. ايه الادمان؟ الادمان حضرتك يعني نقدر نقول لحضرتك هي الافكار اللي هي فوق العاده والخارقه، لان ادخل في امر بشان ان الحاجه دي هتنسيني او بتعيشني حلم او في بتاخدني في غلاله من واقع اللي هو اللي لا شيء. يعني بمعنى ان حضرتك انا كراجل مدمن بشرب الحاجه دي، طب شربتها بتعيشني في اجواء غير الاجواء اللي هي الايه اللي هي العاديه اللي انا بيها، اللي هي الكذب، وعلى ضوءها طبعا بيعتبر بعديها بيتم عمليه السطو والسرقه و للمدمن كده، فيقفى طبعا في المجتمع. طب سيادة عميد، هو ايه فرق بين المدمن والمتعاطي؟ يعني المتعاطي العادي والمدمن، ايه الفرق ما بينهم؟ بالمفهوم الدارج المتعاطي ده يعتبر للمزاج، انما اللي هو بيشرب الحاجه دي لقضايا الادمان خلاص ده بيخش في منحنى خطر جدا، بيبقى كده يعتبر عالة على المجتمع بكل طبعا وقحته، وطبعا بينتهج نهج غير النهج اللي هو بتاع الساوي بتاع اي بني ادم عادي، يعني بيدخل في اطارات عديده للغلط. فطبعا بالنسبه كمان كاحصائيه في 99 في منظمه الصحه الامريكيه للادمان، ان يعتبر 99% تعتبر دول الغرب او باكستان افغانستان الناس اللي بيصدروا الماده اللي هي الفعاله او الافيون او الحاجه دي. اما بالنسبه لمصر الحمد لله، يعني انا بحكم سني
انا اقول ايه، اقول لحضرتك اعرف اتنين في حياتي كلها. واحد اقول حاجه جميله جدا جدا في المجتمع الحمد لله، والتاني طبعا دخل في منحنى خطر فبعتبر ان مفيش نسبه، يعني نسبه ضئيله جدا. طب عميد انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، المدمن ولا المتعاطي اللي بيضطر انه يسرق؟ يعني مثلا المدمن حضرتك يعني المدمن هو اللي ممكن يسرق من بيته وهو كان شخص سوي وكويس جدا وبيصحى الصبح صباح الخير يا امي وبوس ايد امه والدنيا تمام ولذيذ، تمام، ده اللي ممكن يسرق المدمن؟ المدمن انما المتعاطي ممكن سرعان مثلا ما يجي وقت حد ياثر عليه يقول له لا. ولكن هو العام حضرتك نقدر نقول لاصدقاء السوء ممكن بياخدوني معاهم في طيار ان انا كراجل ماليش في اي حاجه خالص، طيب بيجي بيقول لي اتفضل السيجاره، طب شربت السيجاره وبعد السيجاره بياتي ورا السيجاره دي بقى اشياء عديده. فهنا حضرتك بالنسبه للمتعاطي لا ممكن دور يتلم، انما المدمن ده بيخش في دوائر ومصحات وطبعا وقابل للشفاء او غير انه يكون قابل او يتماثل للشفاء. طب سياده العميد انا عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا. اتفضل. هو ليه دايما احنا المدمن بيعلق شمعته على ان صاحبي هو اللي غواني، على ان المجتمع هو اللي جابني لده، على ان انا كمدمن عده اسباب خلتني ادمن، ليه ما اقولش ان انا ما عنديش اراده؟ ليه ما اقولش ان انا شخص مش قوي ولا سوي من جوايا علشان لجأت لأداة تبعدني عن الواقع؟ تمام. هل أنا دلوقتي أو حضرتك ما عنديش إرادة قوية إن أنا أقول أنا 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 دلوقتي هطلع من هنا مثلا أروح، عندي خيارين أروح ولا أقعد، دي إرادتي. تمام مظبوط يا أستاذ. صح ولا لا؟ مظبوط. أيوة نقدر برضو نقول هي الإرادة زي ما بتقولي حضرتك هي العامل اللي هو نقدر نقول للمدمن ان يقدر برضه يقلع، مش المدخن او اللي هو بيتعاطى لا. والمدمن برضه اذا توافر لديه جانب الاراده هيقدر يتخلص من هذا الامر، فالاراده هي كل حاجه. طب بالنسبه انا لي. انا عايزه اقول لك على حاجه برضه يا ست العميد، احنا يعني هنتطرق للموضوع ده بسيط وبعدين هرجع لموهبتك الجميله اللي انا بحبها اللي دايما بتشجيني بيها. الله يخليك. اتفضلي. دلوقتي انا عندي مدمن متعافي، اهله او انا من خلال البرنامج مثلا انا عندي دكاتره متبرعين بعلاج اي مدمن، وانا دلوقتي بقول على الهوا انا عندي دكاتره متبرعين بعلاج اي مدمن، اي مدمن من اي نوع او متعاطي، مش مدمن بس، او متعاطي نوع من المخدرات مش عارف ان هو يخف منه او يسيبه، انا عندي دكاتره متبرعين لده. تمام. انا بقى عايزه اسال سؤال، ليه المتعافي اهله بياخدوه بيودوه يقعد في مصحه 28 يوم 30 يوم فجاه قالوا خلاص كده تعافى وان ابنكم سليم وتفضلوا استلموه، طلع الولد من المصحه تمام رجع للجو العام بتاعنا والحياه تمام. رجع الولد ضرب تاني مخدرات. بيضرب المخدرات دي ليه؟ بيحقن تاني ويرجع يضرب بودره تاني ليه؟ هل يا سياده عميد انا عايزاك تجاوبني تمام. هل فعلا مجتمع وصحاب وبيئه ولا كشخصيه ضعيفه او مسلوبه الاراده؟ لا نقدر نقول المجتمع والصديق، الصديق هو اللي انه عوفي تمام من هذا الامر وروح بيته. طب اللي بيقول له الحمد لله بالسلامه مين؟ صديقه. صديقه لا زال برضه هو بيتعاطى وبياخد الحاجه دي فبرضه بيسحبه في الوقت ده، هو برضه ضعفه تحت تاثير الضعف بتاعه بيسلمه معاه وبيرجع تاني. سياده العميد المدمنين دول مش شرط ان هم يكونوا طبقه فقيره ولا لا 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 ولا طبقه كادحه، بالعكس يعني في مدمنين متعاطين مخدرات من عائلات محترمة جدا وعائلات كبيرة جدا وتخجل ان هي تطلع معايا على الهواء تبان قدام الناس. مظبوط. وفي منها ناس تعافت وناس ولاد ناس جدا جدا تمام. فهو الإدمان مش بيقتصر على الناس الطبقة المتوسطة او بيقتصر على بيئة اطلاقا تمام. ممكن تلاقي فقير جدا ومدمن مخدرات. مظبوط. بس مدمن لنوعية معينة لنوعية معينة على قد امكانياته. بالظبط بالظبط مظبوط صح. وممكن يبقى معايا مدمن مخدرات غني جدا ومعاه ان هو يجيب مثلا بودره يضرب بودره تذكره بودره وبتاع. طب هو هنا لا يفرق الادمان ما بين فقير وغني طبعا تمام بياخد كل الطبقات. طب احنا انا شخصيا او حضرتك عندنا اولاد، ازاي نقي اولادنا ونحاول ان احنا نبعدهم عن الجو ده؟ ممكن صاحبه بنتي تقول لها طب خدي البرشامه دي لو عندك صداع، بنتي طبعا مش فاهمه يعني ايه اخد برشامه. خدت البرشامه تمام.
طيب انا سياده العميد انا عايز اسمع منك حاجه بقى، احنا هنسيب الادمان. ماشي حضرتك. وبرده بيرجع لحضرتك احنا معانا الحلقه اللي جايه هنخليها للادمان برضو، بس انا دلوقتي انا في توعيه في اخر الحلقه، بس انا عشان الوقت بيسرقني معاك وبقى يعني بعشق وقتي معاك. تعالى ندخل بقى في اللي بتحبه. عايزه اسمع منك القصيده بتاعتك. القصائد طيب ماشي حضرتك. نسمع بقى القصائد بالبليز كده. تمام. بالنسبه كمان برضو لجانب الادمان حضرتك، النوازع الدينيه دي حضرتك طبعا مهمه جدا جدا جدا. في عجاله نسمع في عجاله طبعا حضرتك، هي اخر حاجه اللي كنت فعجالة. الشرق الاوسط حضرتك، انا خلصت كلامي فعلا. نماذج من الفن، ده اخر مقال حضرتك. اتفضل اتفضل. فبقول فيها حضرتك: لماذا فقدنا الاحساس بالكلمه؟ ولماذا فقدنا الإحساس بالمعنى؟ ولماذا فقدنا الإحساس بالتذوق؟ تساؤلات عديدة ولم أجد لها مجيب. هل تداركنا الأمر جيدا؟ هل أهل الفن أم أهل التذوق؟ تعالوا معي سويا. عندما كانت الأكف تدمي بالتصفيق، عندما حين يظهر فنان مثل فريد الأطرش على خشبة المسرح ومعه فرقته الموسيقية ويأخذ روشته الساحرة تعزف على الأوتار، فينبعث منها لحن بديع يأخذ بمجامع القلوب ويحلق في أودية الجمال ومتاهات الخيال بالأنفس والأرواح بموسيقاه وأنغامه التي تشبه في إيقاعاتها وإصدائها سفينة تمخر عباب البحر تتضارب بين آونة وأخرى الأمواج الصاخبة. وقد كان جو المسرح بسرياته الملونة يوحي بتلك التخيلات الشعرية الجميلة، فأين أهل الفن وأين أهل التذوق وأين مدعبة الأوتار وأين ذهب شدو الأغنية العاطفية التي كانت تستأثر النفس وتهتز لها طربا وتؤجج الوجدان؟ تعالوا بنا نبحث عن الجميل ودعونا عن أي شيء لا نستشعره، ولكم الخير فيما تسمعون. ده كان آخر مقال لجريدة الأهرام حضرتك. سيادة العميد، أنا يعني سمعت القصيدة الجميلة دي منك، أنا كان يعني ده المقال ده حضرتك اللي آخر مقال، إنما القصيدة لسه حضرتك. ما هو المشكلة وقت البرنامج لا يسعنا، يعني حضرتك أنا عايزة أقعد معاك حلقات بس، معلش في برنامج تاني بعدي. أنا بشكرك يا سيادة العميد. ماشي حضرتك، متشكر جدا جدا جدا. حلقة جديدة إن شاء الله بإذن الله من برنامج مصر مساء. كنت معكم أميرة مرسي، سيادة العميد علي طايع فايق. أشكرك سيادة العميد. متشكر جدا 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 حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام.